أهلا بكم. لماذا تم إغراق العراق بالمخدرات منذ احتلاله عام 2003؟ لماذا يستهدف الشباب العراقي بنشر وتعاطي المخدرات؟ لماذا تستهدف منظومة العراق القيمية المجتمعية؟ من له المصلحة بنشر المخدرات والترويج لها في العراق؟ إذا قررت وزارة الداخلية أن انتشار المخدرات في العراق أسرع من جهود السيطرة عليها بسبب استشراء الفساد والفوضى في المعابر، بينما أكدت منظمة عراق خال من المخدرات أن المناطق المحادية لإيران أكثر المناطق تضرراً بالمخدرات وانتشاراً، بينما كشف نواب في البرلمان عن تورط ضباط في مكافحة المخدرات بانتشارها في العراق، بل حتى في سوريا واليمن ولبنان وباقي الدول. نضع تحت الضوء مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة قضية انتشار المخدرات في العراق بشكل مهول واستهداف المنظومة القيمية للمجتمع العراقي، لنناقشها مع ضيوف الكرام في هذه الحلقة. دكتور نوري حمدان الصحفي والباحث السياسي ضيفي في الاستوديو. اهلا وسهلا بك. شكرا جزيلا. اهلا بك دكتور. وايضا ارحب بالدكتور عبد السلام الطائي استاذ علم الاجتماع السياسي ضيفي عبر سكايب. دكتور عبد السلام مرحبا بك. اهلا ومرحبا بكم وبضيفكم الكريم. اهلا بضيوف الكرام. مشاهدي الكرام، نشاهد بداية هذا التقرير ثم نبدا الحوار، كونوا معنا. بعد ان كان العراق خاليا منها، تعمل ايران وبكل قوة لاغراقه بانواع المخدرات من خلال بوابة التهريب او التجارة او الصناعة، بتخطيط وتنفيذ الميليشيات التي تعمل دون محاسبة ومراقبة حكومية، وفقا لموقع المونيتور الأمريكي الذي أكد أن الحشيش والميثامفيتامين المهربة من إيران كان من بين أكثر المخدرات استهلاكا في العراق، فيما رجح استمرار تجاهل كبح تجارة المخدرات لضمان حكومة يرضخ لها أصحاب النفوذ في البلاد. فيما أقرت وزارة الداخلية الحالية بأن انتشار المخدرات في العراق أسرع من جهود السيطرة عليها بسبب استشراء الفساد والفوضى في المعابر، وهذا ما أكدته منظمة عراق خال من المخدرات أن عدم السيطرة على المنافذ الحدودية ساهم بانتشار المخدرات بشكل كبير، وأن أكثر المناطق تضررا هي المحاذية للحدود الإيرانية. بينما كشف نواب في البرلمان عن معلومات تشير إلى تورط ضباط في مكافحة المخدرات بانتشار هذه المواد. على الصعيد الدولي، أعلن الادعاء الألماني ضبط أكبر كمية من المخدرات في تاريخ البلاد، إذ صادرت السلطات الألمانية نحو 700 كيلوغرام من مخدر الهيروين في إطار عملية أمنية ضد عصابة لتهريب المخدرات من إيران. فيما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن إيران ووكلاءها في منطقة الشرق الأوسط من الميليشيات عملت على إغراق الدول العربية بالمخدرات ضمن سياستها التوسعية عبر تخدير شعوب المنطقة الواقعة تحت نفوذها، مرورا بالعراق ولبنان وسوريا واليمن. وتأتي تجارة المخدرات في وقت يشجعها النظام الإيراني متخذا إياها سلاحا لإلحاق الضرر بدول الشرق الأوسط وشعوبها ضمن سياسة طهران التوسعية. الفساد الذي ينهش جميع مفاصل الدولة المتهالكة في العراق، والوضع السياسي والاقتصادي بشكل عام وازدياد معدلات البطالة، دفع باتجاه انتشار تعاطي وترويج المخدرات، فتحول إلى خطر يهدد بنية المجتمع بشكل مخيف وينذر بانهيار كبير يهدد منظومة القيم في البلاد. أبدأ معك دكتور نوري حمدان الصحفي والباحث السياسي. العراق بعد أن كان خاليا من المخدرات قبل احتلاله عام 2003 الآن يشكو من إغراقه بالمخدرات، ترى من له المصلحة بإغراق العراق بالمخدرات ولماذا منذ 2003 وحتى الآن؟ نعم، شكرا جزيلا لك على هذا السؤال، وشكرا لقناتكم وتحياتنا لجمهوركم الكريم. حياك دكتور. الحقيقة أنه المخدرات يعني انتشارها ما بعد 2003 لعدة أسباب. السبب الرئيسي هو هشاشة الإدارة الدولة وبالتالي إدارة الملف الأمني وعدم سيطرتها وقدرتها على ضبط الحدود، يتم استغلالها من قبل
تجار المخدرات، لأنه تجار المخدرات دائما يبحثون عن أسواق سهلة وسخية في نفس الوقت. السوق العراقي سهل وسخي في نفس الوقت يعني، فبالتالي هو يتم استهدافه من قبل تجار المخدرات. وحقيقة نستطيع أن نقول أنه هذا هو قصد التجار، ولكن ما وراء القصد هو من يؤمن مرور هؤلاء التجار وكيفية وصولهم إلى العراق، وأسبابها بحاجة إلى حقيقة توقف. ولكن أنا أريد أخلص من قضية التجار وكيف يشتغلون، ومن ثم ما وراء القصد، يعني من وراء ومن المستفيد من نشاط هؤلاء التجار. لنتحدث عن من هو المستفيد من وراء نشاط هؤلاء التجار بعد أن نرحب بالدكتور عبد السلام الطائي، أستاذ علم الاجتماع السياسي، لنتعرف على مدى المخاطر التي تمثلها المخدرات عندما تنتشر في مجتمع ما. دكتور عبد السلام، يعني المخدرات عندما تنتشر في العراق هي تهدد بالطبع المنظومة القيمية للمجتمع العراقي. ترى ما الذي تسببه المخدرات من مخاطر ومن تداعيات ومن انعكاسات وآثار سلبية عندما تنتشر في مجتمع ما؟ نعم، شكرا جزيلا. هو الحقيقة المخدرات تؤدي إلى انهيار الوضع الأمني، وأيضا تنتشر بسبب الوضع الأمني، وتنجم أيضا نتيجة للانحلال المعياري الذي أصاب المجتمع العراقي بعد عام 2003 من خلال انهيار مؤسسات الضبط الاجتماعي الحكومية، أي الوزارات والمؤسسات غير الحكومية مثل الدين والعشيرة والأسرة وغيرها. تكمن خطورة المخدرات بأن انتشارها المجتمعي بات يفوق انشطار القنبلة الذرية بدون أي مبالغة، فالمخدرات باتت أقوى من الأسلحة النارية في تحقيق الهدف. وأيضا المخدرات أيضا أصبحت شكل من أشكال حروب الجيل الخامس GW5 Fifth Generation War المتنوعة الأسلحة، وهي من الحروب المكملة للحرب النفسية. كما أشار تقريركم الكريم، العراق خالي من المخدرات. هنالك تقرير صدر عام 76 يفيد بأن العراق كان يصنف دوليا بلد بلا حشيش، وأن الطائرة العراقية كانت لا تدخل إلى الصالة الحمراء الخاصة بتفتيش المخدرات، لذلك كان تجار المخدرات يفضلون ركوب الطائرة العراقية. وبشهادة إحصائيات مكتب المخدرات ومتابعة الجريمة التابعة للأمم المتحدة، يقول لم يكن العراق يعرف المخدرات قبل عام 2003. وهذه الإحصائيات تشير، هذه الإحصائيات أكرر قولي تشير، بأن العراق لم يسجل غير حالتين فقط لتجارة المخدرات بين منذ عام 70 أو بين عام 70 حتى عام 90، خلال 20 سنة حالتين فقط، بينما حجم المدمنين والمتاجرين في العراق بعد دخول القوات الأمريكية والميليشيات الإيرانية أصبح هناك 3 مدمنين على المخدرات من بين كل 10 عراقيين. أدى ذلك كما أشرت في البداية إلى انفلات أمني وارتفاع منسوب آفة المخدرات. بعام 93 أتذكر أشرفت على رسالة ماجستير للشهيد موفق مولود الناصري بجامعة البكر للدراسات الاستراتيجية والعسكرية العليا الموسومة بالمخدرات والأمن القومي. لم تعثر الدراسة الميدانية لا بقسم الأحكام الطويلة كانت تطبق، طبعا نبحث احنا عن التجار وعن المتعاطين والمروجين في السجون، يعني كانوا في السجون. لن نعثر لا بقسم الأحكام الطويلة الثقيلة ولا بقسم الأحكام القصيرة الخفيفة بأبو غريب على أي عراقي مدان بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بل كان جميع المدانين من نزلاء قسم الوافدين الأجانب من الإيرانيين والباكستانيين والأفغان والمصريين.
الوقائع التاريخية الحقيقة استباق إيران لدول العالم بقرون في حرب المخدرات. أخوتي الأفاضل، نعم إيران شرعت استخدام حرب الترياك والحشيش منذ القرن الحادي عشر والثالث عشر من قبل فرقة اسمها فرقة الحشاشين لحسن الصباح بمدينة قم الإيرانية. هذه الفرقة تعتبر أول تشكيل سياسي وإداري منظم للاغتيالات، حاولت اغتيال صلاح الدين الأيوبي محرر القدس. حروب الأفيون أيضا إيران سبقتها باستخدام المخدرات، واستخدمتها قبل أن تستخدمها بريطانيا والصين في حرب الأفيون للفترة من 1840 إلى 1842. من المفيد أن أشير بتاريخ 26/9/2019 باعتراف السفير الإيراني ببغداد أريج مسجدي، قال بأن المخدرات تهرب من إيران إلى العراق. لذلك شكلت حرب المخدرات اللي كما أشرت إليها هي من حروب الجيل الخامس مصدر قلق للإرهاب الإقليمي والدولي، سيما بعد أن هيمنت إيران على دول المثلث الذهبي للمخدرات في سوريا ولبنان والعراق، ناهيكم عن القاد في اليمن. يعني إذا يسمح الوقت، يعني أستقرئ من ذلك بأن سبب انتشار المخدرات في العراق له عدة أسباب. أولها إذا هي الأسباب الاحتلالية، ثم الأسباب المجتمعية والاقتصادية والإعلامية والقانونية، زائدا الخرافات المذهبية. يعني أحد المعممين عند فيديو موجود على جوجل يخطب بمجموعة من الشباب والأطفال يقول لهم اللهم احشرني مع المكبسلين. فهذه العوامل كلها ساهمت في تدمير المجتمع. ما زالت معابر الشلامتش والأهوار البوابات الرئيسية لعبور المخدرات إلى العراق ومنه إلى دول أخرى. إحدى الدراسات الأكاديمية بقسم علم الاجتماع، فضلا عن وجهة نظر رئيس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة ملف المخدرات جنوب العراق، أشار إلى فساد الأجهزة الأمنية، سحب بعض صلاحيات العاملين في مكافحة المخدرات، قلة الكادر الأمني المتخصص والدوريات والسيطرة على المدن الحدودية، قلة الكلاب البوليسية وإجراء وأبراج المراقبة الحدودية. نجم عن ذلك استغلال تجار المخدرات للحدود. هل هذا تقصير من وزارة الداخلية؟ عفوا دكتور، اسمح لي فقط بالانتقال بالسؤال للدكتور نوري حمدان. دكتور نوري، هل هذا تقصير من وزارة الداخلية التي تقر وتعترف بأن ما يجري من انتشار للمخدرات والترويج لها هو نتيجة فساد ونتيجة فوضى في المعابر الحدودية؟ أين دور وزارة الداخلية؟ أين الأموال التي ترصد على منتسبي وزارة الداخلية؟ هو شوف، الحقيقة تقصير وقصور. تقصير الحقيقة هو في أداء الوزارة بشكل عام في الملف الأمني بشكل مطلق، مو فقط في متابعة قضية الملف المخدرات. والقصور هو سبب عدم الاستفادة من تراكم الخبرات عند الخبراء في هذا المجال. يعني أنت تعلم هنالك الدولة العراقية يعني كانت في وزارة الداخلية في تحديدا في ملف المخدرات اختصاص، يعني هناك مختصين وخبراء عارفين وقادرين على متابعة قضية المخدرات بالرغم من خلو العراق من المخدرات، ولكن هناك كانت قسم كبير ومختص في متابعة المخدرات في مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية. هذه الخبرات لم تنتفع منها، لم تستفيد منها وزارة الداخلية، وهذا يعتبر قصور وتقصير في نفس الوقت. يعني فقداننا للكفاءات، فقداننا للقدرات البشرية، وعدم تطوير القدرات الحديثة. البعض من منتسبي وزارة الداخلية يتحدثون، يقولون نحن لا نملك أي سطوة ولا قرار ولا قوة أمام الميليشيات المتحكمة بالحدود. يعني هنا نقف عند الخبرات موجودة، الشجاعة موجودة، الإقدام موجود، المنبثق من يعني الغيرة العراقية، المنبثق من الشجاعة العراقية، ولكن هناك دور لميليشيات مدعومة من دولة إقليمية تريد
نشر نفوذها في المنطقة عبر المخدرات. هذا الدور للميليشيات، هل هناك من مساند؟ تحدث قبل قليل دكتور عن تجار يقومون ب تهيئة. نعم. هو دكتور حقيقة حتى يعني واحد يقربها للمتابع والمشاهد، احنا قضية اكو تجار مخدرات، تجار المخدرات حتى يروجون لتجارتهم يستهدفون اسواق. انت تعلم تجار عالميين على مستوى العالم في تقارير اخيرة اكدت بان معاملهم انتقلت من دول كبيرة معروفة الى سوريا. الانتاج اليوم للمخدرات في سوريا مو فقط في ايران، يعني في سوريا ومن خلال سوريا، مو فقط العراق كسوق مهدد ومستهدف من قبل تجار المخدرات ومن وراء التجار، يعني والاهداف السياسيه التي تسمح او تترك الابواب مشرعه لهؤلاء التجار لبيع المخدرات بشكل سهل وسريع في هذه المناطق، ليس في العراق فحسب، دول الخليج أخرى مستهدفة، بمقدمتها المملكة العربية السعودية مستهدفة في الترويج في يعني إغراق الشارع السعودي في المخدرات، كذلك العراقي والأردني واللبناني وناهيك عن الإنتاج. المشكلة أنه ما تتحدث عنه قضية ميليشيات، هي مو فقط ميليشيات، حتى أحزاب تعد نفسها أحزاب سياسية هي تملك السلطة، وخير مثال ودليل واضح يعني من الصعب، مو المثل يقول الشمس لا تحجب في بغربال، ضابط في الداخلية وابن محافظ يعتقل ومتلبس يعني ترويج المخدرات أو متاجرة المخدرات، ويحكم وبالنهاية يخرج بعفو خاص بطلب من رئيس الوزراء، يخرج مثلا بدفع غرامة. الغرامة البعض يقول تجار المخدرات هم يتاجرون بمليارات الدولارات، تعرف المخدرات ليست أكيد بالتأكيد، ولكن الغرامة التي تدفع من أجل إخراجه من عقوبة ما تكون بمبلغ مثلا وقدره قليل، يعني نعم مليون أو أقل. أكيد طبعا، هو شوف مو يعتمدون عليه، من يعتمدون على قوانين القوانين العراقية اللي كانت هي اللي صادرة من مجلس قادة الثورة السابق، فيعتمدون عليه. كانت هاي الأرقام المبالغ بمستوى العملة تختلف، يعني سيفترض أنه يصير عليها تعديلات، بس هو الأخطر مو التغريم فقط، الأخطر أنه يحمى التاجر المخدرات عنده يعني حقيقة حتى يحمي نفسه حتى يقدر يشتغل، هو يستهدف من يستهدف يكون عنده سند سياسي اللي نسميه دبلوماسي والسند الأمني، وبسبب الفساد المستشري في بالبلاد ذولا سهل الوصول إليهم، فبالتالي ذولا صاروا شركاء لتاجر المخدرات اللي هم موجودين بالميليشيات وموجودين بقطاعات ب هناك سؤال يتردد دائما في الشارع العراقي، اذا كانت المخدرات باهظة الثمن، كيف لعاطل عن العمل يتظاهر من اجل فرص عمل يشتري هذه المخدرات مثلا؟ يعني كيف للشاب العاطل عن العمل يتعاطى يحصل على هذه المخدرات وهي باهظة الثمن؟ هاي بداية إذا سلمنا للاتهام الذي يروج ضد المتظاهرين، المتظاهرين ليس متعاطين للمخدرات بالمطلق، أنا أستبعد هذا الشيء. نعم. والمتظاهرين لولا حرصهم هؤلاء الشباب الذين تظاهروا ورفضوا ما الواقع المزري الذي يعيشه الشباب العراقي، لولا شعورهم بالمسؤولية اتجاه أقرانهم من الشباب الذين غرقوا في التعاطي والإدمان بالمخدرات، وهذا التعاطي والإدمان هو من يسحبهم إلى ارتكاب الجريمة، لأنه حتى يأمن الثمن هذه المخدرات هو يسرق أبوه ويسرق أخوه ويسرق أمه، وهنالك جرائم نسمعها بين الفينة والأخرى، قتل للأم وقتل للأب وقتل للأخ وقتل للأخت، كل هذه سببها الإدمان. اسمح لي فقط دكتور أنتقل بالسؤال للدكتور عبد السلام الطائي. دكتور عبد السلام، المخدرات لها مخاطر كبيرة على المجتمعات، ولكن حالة الإحباط التي يراد للشاب العراقي أن يصل إليها، يعني بطالة، لا يوجد سوق عمل، فقط انتماء للميليشيات المسلحة من أجل الحروب ومن ثم
يعني عمليات القتل وقتلهم، وبالتالي يعني ليس أمامهم طريق سوى الانتماء لهذه الميليشيات الطائفية. يا ترى الإحباط عندما يصل بالنفس البشرية بحيث تؤدي إلى الانتحار أو قتل يعني الإخوة أو قتل الأبناء أو قتل حتى الآباء مثلما حصل في عدة حوادث في منطقة الشرق الأوسط، هل تعتقد بأن حالة الإحباط وحدها هي سبب مآسي العراقيين نتيجة وصولهم إلى مرحلة اليأس من الحكومات؟ نعم، هو بالتأكيد يعني حالة الإحباط وحالة اليأس وحالة المصير المجهول، يعني في إحدى الدراسات من أسباب تعاطي المخدرات المستقبل المجهول للشباب الحقيقة، يعني هذا كان من العوامل التي تدفع الشباب إلى تعاطي المخدرات، يعني البطالة كما أشار تقريركم الكريم الحقيقة، يعني أسباب الحقيقة الاجتماعية، الأسباب الاقتصادية، يعني هي المخدرات أساساً أو قبل ما أدخل أتناول هذا الموضوع، يعني بعلم الإجرام عندنا الجريمة سببها الفقر، والفقر يؤدي إلى الجريمة، لذلك أغلب المتعاطين تجدهم في المناطق الفقيرة، تعتبر بؤر وأوكار للمخدرات، يعني المناطق العشوائية، المخيمات، بيوت الطين، بيوت الصفيح. فالوضع الاقتصادي المتردي الحقيقة كان سبب في لجوء بعض الأفراد التفكير بوسائل وطرق غير مشروعة للحصول على لقمة العيش بما فيها ترويج المخدرات، يعني لما يجي تاجر مخدرات وعاطلين شباب أو أطفال فيعطيهم مبلغ معين وهم يقوموا بعملية بيع وعملية شراء وعملية ترويج. فهذه العوامل يعني أدت إلى انتشار ظاهرة الحقيقة المخدرات. حالة الفقر أو الإقصاء العمدي من قبل الحكومة الحقيقة، يعني قطع الأرزاق بالاجتثاث، عدم دفع رواتب الموظفين المتقاعدين، طيب المتقاعدين عندهم أبناء عندهم أحفاد، يعني كيف يستطيعوا أن يعيشوا؟ فهذا السلوك الانتقامي أو السايكولوجيا الانتقام والثأر والإقصاء، هذه أيضا كلها من العوامل التي تؤدي إلى انتشار المخدرات، يعني الفقر والبطالة. بلغت نسبة البطالة بالعراق حسب تقارير وزارة التخطيط 35%، ناهيكم عن التهجير القسري والعيش في العشوائيات. هذه الأماكن تعتبر أوكار للمخدرات. الجانب الآخر حقيقة الجانب القانوني، المشرع العراقي قبل الاحتلال صنف جرائم المخدرات وتهريب العملة من جرائم تخريب الاقتصاد الوطني ومن الجرائم المخلة بالشرف. الآن كثير من المسؤولين هم وراء جرائم المخدرات، ويعاقب القانون العراقي رقم 68 لسنة 65 كانت العقوبة تصل إلى الإعدام وفق قانون المخدرات، بينما خلال حقبة ما بعد الاحتلال تم إقرار قاعدة تخفيف العقوبة حسب ما ورد في المواد 28 31 و33 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد رقم 50 لسنة 2017. ولتلك المدخلات القانونية الجديدة كان مخرجاتها سببت بانتشار الحقيقة المخدرات. فالمخدرات كانت تستهدف أهم عنصر اللي هو الشباب، اللي هو أساس البناء واللي هو يعتبر أساس الدفاع. يعني إحدى الصحفيين السويديين زاروا العراق الحقيقة، اكتشفوا مقر للمخدرات واللواطة والدعارة وحددوا بالإرث، حددوا موقعه، والتلفزيون السويدي 3 مرات عرض هذا التقرير أنه هذا الوكر موجود في المنطقة الخضراء وقرب مقر الحكومة من حكومة المالكي الحقيقة آنذاك. موضوع اتهام المتظاهرين بالمخدرات وباستخدام العقاقير والحبوب والكبسلة مثل ما تفضل زميلنا الدكتور، الحقيقة يعني هو المتعارف عليه، ما يطلقه الشارع العراقي على الميليشيات وخاصة الجيش المهدي يسمى بالجيش الوردي،
وانتشار المخدرات ايضا داخل القوات المسلحه، يعني كثير من الفيديوهات اثناء في نقاط التفتيش والمراقبه الجنود يتراقصون وتاركين اسلحتهم. فالمخدرات هي من صنع الحكومه ويمارسها من بعض منتسبي الحكومه، والميليشيات هي المسؤوله عن تهريب المخدرات. المخدرات بدأت من حزب الله في لبنان، وحزب الله كما قال حسن نصر الله رواتبنا وسلاحنا كذا من إيران، وتهرب عن طريق سوريا ومن سوريا إلى العراق، والنظام السوري له يد كبرى لكن يحاول أن يرميها، يستخدم حرب المخدرات في الوكالة بحزب الله وبقية الأحزاب. ولذلك انتشرت المخدرات في لبنان خلال الحرب الأهلية اللبنانية في مناطق البقاع وبعلبك ومزارع شبعة وغيرها، كل هذه انتشرت خلال فترة وجود الجيش السوري، جيش النظام السوري عفوا، وأيضا العلاقة اللي نعرفها احنا خلال الحرب العراقية الإيرانية كان النظام السوري مع النظام الإيراني. فهذه الأسباب الحقيقة، العوامل الاقتصادية، العوامل القانونية، العوامل النفسية، العوامل الاجتماعية، كلها ترجع إلى الأسباب الاحتلالية وإلى الشعور بمجهولية المصير وعدم معرفة المستقبل، زائدا البطالة. كل هذه العوامل لما تجتمع تنتشر المخدرات وتصبح البيئة الصالحة لانتشارها. الآن هنالك محاولة لإبادة المجتمع العراقي، لزرع شعب آخر محله من خلال التغييرات الديموغرافية وغير ذلك، ولو هذا موضوع آخر لا أريد أن أطيل فيه، وشكرا. طيب دكتور، سنعود إليك مرة أخرى، ولكن نشاهد سويا المشاهدين الكرام هذا التقرير المصور عن إغراق العراق بالمخدرات تحت سلطة الميليشيات. سويا المشاهدين الكرام، هذا التقرير بشأن موضوع حلقتنا هذا اليوم، عراق غارق بالمخدرات تحت سلطة الميليشيات. دكتور نوري، معروف عن الدول أنها تصدر بضائع، تصدر مواد، مثلا الصين تصدر لعب الأطفال، تصدر الكمبيوتر، تصدر الآلات، تصدر السيارات، ومستعمرة العالم كله بمنتجاتها. إيران لماذا تصدر المخدرات إلى جميع دول العالم انطلاقا من العراق مثل ما تقول التقارير؟ نعم، شوف، بداية يعني أنت المثل مالتك كلش مهم، خصوصا أختمت بعبارة الصين تستعمر العالم من خلال تجارتها. نعم. فهو الغاية استعمار، الغاية فرض نفوذ، فرض سيطرة، فرض يعني تمرير سياساتها على هذه المناطق بأي طريقة كانت. أنت تعرف يعني دولة مستقرة لما تأخذ من وقت الجهد الأمني بنسبة كبيرة جدا تشغله بموضوع مكافحة المخدرات، أنت بالتالي هي شغلت من أهداف أخرى، يعني تعرف حتى يقلل من التوازن، قلل من غيره، بالإضافة إلى اسناد، خلينا نسميه يعني في حالنا في العراق مثلا، على سبيل المثال في حالنا احنا في العراق، بالرغم من انه اليوم المخدرات الايرانيه حتى في اوروبا تم ضبطها، حالنا في العراق الشاب العراقي يائس مثل ما تحدثنا وتفضل زميلنا الدكتور
بسبب اليأس ذهب إلى المخدرات، بسبب البطالة ذهب إلى المخدرات، يعني غسل أدمغة الشباب باستخدامهم للمخدرات والتعاطي وثم الإدمان، هذا كله يقلل من الضغط على اليمن. والعقوبات القانونية غير الكافية وغير المحقة لحق كل جهد الدولة غير كافي. كل جهد الدولة إذا كان تشريعي أو كان تنفيذي بالسلطتين التشريعية والتنفيذي، كل جهد الدولة غير كافي لمواجهة انتشار المخدرات في العراق. وهذا يتحمل يعني الحكومة والأحزاب اللي مسيطرة على السلطتين التشريعية والتنفيذية تتحمل مسؤولية كاملة لهذا الانتشار الواسع في المخدرات بعموم العراق، وهذا لم يكن يعني جاء خلينا نسميه بالفطرة ولا بحسن النوايا، ولا هو مفروض وغصبا على يعني على هذه الدولة هو انتشرت، لا هو إهمال الدولة بالدرجة الأساس وتواطئ من فاسد في الدولة. الدولة اليوم كل مفاصلها منتشر الفساد، وهذا الفساد هو البؤرة المناسبة لانتشار أي نوع من أنواع الفساد مقدمتها المخدرات. ما تفضل بزميلنا الدكتور حول يعني وكر لتعاطي المخدرات ووكر للواطة وغير ذلك من وبقرب يعني في المنطقة الخضراء وبالقرب من الحكومة. ما هي الحكومة في مركز بغداد، مركز بغداد الخضراء وأحزابها المسيطرة وميليشياتها المسيطرة على محيط هذه المناطق أيضا، مو فقط الخضراء. الكرادة اليوم، الكرادة كل أغلب القوى الحزبية يعني الأحزاب اللي موجودة بالدولة والفصائل المسلحة اللي موجودة ضمن إطار هذه الأحزاب موجودة في منطقة الكرادة، والكرادة من كهرمانة إلى جسر الجادرية يعني يعني كل هذه المنطقة بين كل 100 متر يمكن تجد وكر أو تجد بار أو تجد ملهى ليلي أو تجد قاعة. برعاية الأحزاب، برعاية الأحزاب طبعاً، برعاية الأحزاب طبعاً، برعاية الأحزاب. وتحدث بملء الفم كان في وقتها النائب السابق فاق الشيخ علي وتحدث عن متهمهم بشكل مباشر ولم يردوا عليه، لم يردوا عليه. هذه هي بالقرب من مقرات أحزابهم، بالقرب من مؤسسات الدولة، وهي مملوءة مخدرات ومملوءة بكل أنواع الفساد الذي يستهدف الشباب. طيب اسمح لي دكتور أنتقل للدكتور عبد السلام. دكتور عبد السلام، المجتمع العراقي مجتمع مسلم له قيم إسلامية وعنده قيم عربية وعنده أخلاق وعنده قاعدة من المثل والقيم. المخدرات أولا، انتشار السلاح ثانيا، الفوضى ثالثا، رابعا ظهور شيء غريب على المجتمع العراقي وهو موضوع الإلحاد والملحدين في الآونة الأخيرة. يا ترى كل هذا هذه الأمور هي جاءت محض صدفة أم أن هناك مخطط استراتيجي ممنهج لاستهداف المنظومة القيمية لدى المجتمع العراقي؟ لا بالتأكيد، يعني هو مخطط، والمخطط ابتدى يعني من عام 2003 لما تم حل مؤسسات الدولة كما أشرت في البداية، الحكومية وغير الحكومية، الحكومية الوزارات طبعا. نتحدث نركز دكتور على القيم الإسلامية خلال هذه المرحلة، كيف تأثرت؟ القيم ما هي هو نعم سأتي إلى ذلك. فالجانب الآخر هو المؤسسات غير الحكومية. من ضمن المؤسسات غير الحكومية هي الدين، العشيرة أو القبيلة، والأسرة. فالدين كثرة الخرافات وتحليل السرقات، يعني نظرية المالك المجهول أنه تبيح للفرد بسرقة أموال الدولة، بطالما أنه أموال النفط، أموال المعادن، كل الأموال المصارف مجهولة المالك، لا توجد جهة تملكها، لذلك تم تحليلها فيها فتاوى هذه. فإذا تم تحليل السرقة، لما يطلع رجل معمم ويقول اللهم احشرني مع المكبسلين، لما ضابط في إدارة المخدرات في العمارة أتذكر قبل سنة أو أكثر لما ألقى القبض على معمم
قادم من إيران أو إيراني يتم اعتقال الضابط وإطلاق سراح المعمم. فهنالك خلل معياري حصل بعد انهيار المنظومة الحكومية القانونية، وانهيار انعكس على الدين، انعكس على الأسرة العشيرة. الآن احنا نعرف انه كل العشائر العراقية العربية والكردية والتركمانية كلها مكونة من الشيعة ومن السنة، ما استطاعوا ان يخرقوها، فبدأوا يشترون شيوخ الدولار. لذلك اصبح هنالك الآن شيوخ عشائر حكوميين تابعين للحكومة، وشيوخ عشائر اصليين وصلاء يعني ابا عن جد. الأسرة يعني تم تدمير الأسرة الحقيقة عن طريق المخدرات، عن طريق زواج المتعة، عن طريق تشريع قانون زواج القاصرات. الآن بسبب المخدرات وبسبب زواج المتعة عزيزي الكريم، الآن الأطفال سابقا كانوا بالعشرات. أتذكر أنا أشرفت على دراسة أيضا حول مجهولي النسب، كان في كل العراق عندنا ما طلعوا 30 واحد في وقتها، الآن بعشرات الألوف. وكانوا سابقا يعني الطفل الغير الشرعي كان يرمى او في يوضع في باب الجامع، الان من كثره الاطفال اخذوا يرمون في النفايات في المزابل. ولذلك هذا الانهيار القيمي، هذا الانهيار المعياري الذي حصل في المجتمع العراقي نتيجه تشويه الدين، نتيجه تشويه العشيره وقسمها الى عشيرتان، ونتيجه الاسره ادى الى التفكك الاسري. الان حالات طلاق تستقبل المحاكم في المناطق المجاوره لايران اكثر من حالات الزواج. يعني وهنالك خلال كل 10 دقائق حاله طلاق. فهذه العوامل، انهيار المؤسسة القانونية، وسائل الضبط الاجتماعي، النظام السياسي، وإحلال محل نظام آخر تابع إلى دولة أخرى، هذه العوامل كلها أدت إلى انتشار كثير من الظواهر. ليس المخدرات، المخدرات مرتبطة بتزييف العملة، المخدرات مرتبطة بتجارة الدم والبدن، تجارة الأعضاء البشرية التي لم يعرفها المجتمع العراقي إطلاقا. يعني الآن الأعضاء البشرية تباع للأحياء وللموتى وللمرضى. فهذه الظواهر كلها نجمت عن انهيار السلطة، عن انهيار النظام السياسي، عن استبدال الإيديولوجيا، عن استبدال الدين. يعني أصبح كان الدين إسلامي، الآن لا يوجد دين إسلامي من قبل السلطة، وإنما هنالك دين حكومي مرتبط بولاية الفقيه. فهنالك انحلال معياري، هنالك انحلال قانوني، هنالك انهيار اقتصادي، هنالك انهيار أمني ناجم عن الرأس، النظام والسلطة التي انهارت بعد عام 2003. لهذه الأسباب الحقيقة انتشرت المخدرات، وخاصة هذه المخدرات استهدفت أهم عنصر بالمجتمع العراقي هو الشباب، لتحويلهم من طاقة منتجة إلى طاقة مستهلكة ومستهلكة بالمخدرات، لغرض جرهم إلى عالم الجريمة بكافة أشكالها، بالإرهاب، بتحويل المتعاطين إلى عناصر إرهابية، استخدامهم كأحزمة ناسفة. الغالبية العظمى الآن من الشباب المتعاطين للمخدرات وللمؤثرات العقلية بلغت نسبتهم، تقرير حكومي هذا، بلغت نسبتهم جنوب العراق حسب الدراسة 91% فاصل 2% من الموقوفين في المناطق الجنوبية التي يدعونهم فيها جاءوا لغرض مظلومية الشيعة. وأكرر الرقم، 91% فاصل 2% من الموقوفين في مراكز الشرطة في المناطق الشيعية هم من متعاطي المخدرات. القاضي وليد إبراهيم المختص بالنظر بقضايا المخدرات في بغداد أشار أن حرب المخدرات بدأت بشكل واضح في بعد عام 2003، وقال أيضا أوضح أعمار الذين يتعاطون ويتاجرون بالمخدرات تتراوح من 15 إلى 25 عاما، ونسبتهم، والقول للقاضي، نسبتهم 70 إلى 80%. دراسة ميدانية أخرى أيضا أظهرت أن المتعاطين منخفضي التعليم، لأنه بسبب التفجيرات وانهيار الوضع الأمني الكثير تركوا المدارس، أكثر من 30% هناك تسرب دراسي. 87%
منهم ذوي تعليم ابتدائي فما دون، ونحن نعرف أن العراق عام 76 حصل على جائزة اليونسكو بالقضاء على الأمية. يسكن أغلب المتعاطين في مناطق فقيرة، وثلثي المتعاطين الذين هم على ذمة التحقيق وبنسبة 67% منهم يعملون بأعمال حرة، و 23% منهم عاطلين عن العمل. الأخطر من ذلك أكثرية المبحوثين من المتعاطين والمروجين اللي بلغت نسبتهم 64.4% لا يمتلكون منزلا للسكن. الشعور بالضياع، الخوف من المستقبل، عدم جدوى حياتهم. أخطر ما هو موجود الآن بالمخدرات أنها تنتشر ليس في المدارس وليس في المناطق الفقيرة، وإنما تنتشر في المناطق العبادة، في أماكن العبادة، تنتشر في الحسينيات. وشكرا جزيلا. في أماكن العبادة. طيب دكتور، في هذه الحالة دكتور نوري، المخدرات أكلت المجتمع العراقي أكلا من 2003 وحتى الآن، انتشار السلاح، الفوضى الأمنية، هل وصل العراق إلى نقطة قعر الناعور أو قعر الدائرة مثل ما يقولون؟ شوف الحقيقة يعني الدكتور زميلنا الكريم يعني أشار إلى ملفات كلش مهمة، وبالتالي أنا أريد حقيقة أتوقف عندها وشوف الانعكاس. الشهر الماضي المجلس القضاء الأعلى أعلن أن المحاكم العراقية سجلت 4092 حالة طلاق لنساء أعمارهم دون 15 سنة. الله، بمعنى دقيق بإمكان الصحفي يطلق على هذا الخبر هو طلاق القاصرات وليس زواج القاصرات، الأطفال. يعني الخطر الذي كان تحدث عنه الدكتور بواحدة من انهيار المنظومة الاجتماعية هو الترويج وتشريع زواج القاصرات، وصل إلى طلاق بهذا العدد بشهر واحد. الطلاق يتجاوز 4000 حالة طلاق لنساء دون، هي بالحقيقة أطفال ولكنهم تزوجوا بالتالي يطلق عليهم نساء، لأطفال قاصرات دون 15 سنة. الأصعب من هذا، إحنا نتحدث عن تعاطي مخدرات وإدمان للشباب وكأنه الشباب الذكور فقط. لا، لابد من الإشارة بشكل واضح، التعاطي اليوم في المخدرات وكذلك الإدمان هو لم يكن عند الشباب فقط، بل عند الصبايا، عند الشابات، عند الأعمار الصغيرة أيضا في سن المتوسطة، في دور العبادة يروج المخدرات، في المدارس أيضا كما أشار الدكتور في دور العبادة والمدارس، خصوصا مدارس البنات المتوسطة يعني المتوسطة والإعدادية، هاي الأعمار اليافعة، أعمار ما بين الطفولة ونضوج للشباب. كثير من الدول والترويج، الكثير من الدول يعني ترصد الأموال من أجل الاستثمار برأس المال البشري، يعني رأس المال البشري هنا عنصر مهم للتقدم والازدهار الاقتصادي دكتور نوري، وهو مصطلح حديث، يعني كل الدول تركز على التنمية البشرية، تنمية المهارات، تنمية القدرات، تنمية العقول، ولكن يتم استهداف الفئة الأقوى حياتيا في العراق وهي مرحلة الشباب. هذه الفئة هو هذا المقصود. هل من تداعيات هذا الأمر أننا الآن نتجه إلى عراق خال من قوة، كما هو معروف أن كل مجتمع له قوة، قوة كل مجتمع هو الشباب، العراق يراد سلب قوته من خلال تخدير شبابه وبالتالي قتلهم، لأن هذا الأمر يؤدي إلى الموت. هو الهدف الحقيقي أنه يكون عراق ضعيف جدا، بحيث حتى الطاقات المتجددة بالقدرات البشرية هي ويكون العراق فاقد لها، يفقدها من خلال أولا يعني تدمير المنظومة المجتمعية، تضمين المنظومة الأخلاقية. بالتالي الشاب عندما يعني احنا بالعامية نقول الدواوين يعني مجالس العشائر هي تربي، مو تمام؟
وحتى الشارع كان يربي، لأن الجار كان يباوع الجارة ويحاسب ابن جارة ويرشد ابن جارة، ها، والمدرسة كانت تربي. هذن المؤسسات بدأت تفقد شيئا فشيئا خاصيتها في توجيه الشاب، بالتالي الشاب ما يجد لنفسه التوجيه المناسب في نضوجه كإنسان، كرجل، كامرأة، كمتبر، كمفكر، هل الخلل من الأسرة؟ الخلل لا، الأسرة مضطهدة، الأسرة هي الهدف، الأسرة هي المجني عليها. الأسرة هو، شوف، استهداف الأسرة هو يسبب الانحلال. يتم استهداف الأسرة من خلال تفقيرها، من خلال تجهيلها، بحيث يعني نشوف لم يكن يعني تشريع أو الزام التعليم، شو كان عندنا الزام التعليم، لم يتوقف الزام التعليم فحسب، بل بالعكس هو تفقير التعليم، افقار حتى التعليم. هنالك اقرا التقارير الصحفيه وتقارير لمنظمات مختصه في مجال التربيه والتعليم، وشوف المنظومه التربويه وين واصله، الى اي مستوى. يعني تتخيل قبل فتره يصدر كتاب من الامانه العامه لمجلس الوزراء توبيخ لاداره وزاره التربيه. طيب إذا وزارة التربية ما تقدر تدير نفسها، شلون تدير عملية تربوية؟ هاي المشكلة، شوف المشاكل إيش قد معقدة اللي موجودة. بالتالي هو استهداف المنظومة الاجتماعية بمؤسستها الصغيرة اللي هي الأسرة، ما تلقى لها الحاضنة، يعني الشاب اليوم دينول ما يلقى الحاضنة. أو يعني إذا أنا أريد نتحدث عن تطوير قدرات البشرية والاستفادة من عدها حقيقة، يعني اليوم لما نجد شباب واعين يتحدثون بوعي، هؤلاء جهود ذاتية بالمناسبة، يعني ماكو جهود دولة، لأن احنا ما عندنا مراكز شباب تجعل من الشباب، تستقطب الشباب. كانت موجودة قبل الاحتلال، كانت موجودة قبل اليوم ما موجودة. ما عندنا مراكز شباب، مراكز رياضية ومراكز ترفيهية شباب. ترفيهية، حتى الترفيهية ما كان ترفيهية بمعنى اللهو واللعب فقط، حتى اللهو واللعب فقط هو علميا يجب أن يوظف بالتعليم والتربية. يعني حتى رياض الأطفال مثلا، أطفال يلعبون، ولكن شلون يلعبون؟ يلعبون بالطريقة تربيهم تربية صحيحة، يتعلمون من خلالها. بينما يتم قتلهم الآن بالمخدرات. طبعا ماكو مراكز شباب توعوية، ماكو مراكز شباب. كانت في مراكز الشباب ورش تدريبية مهنية بالمناسبة. يعني أنا كنت شاب تعلمت يعني لحد اليوم في منزلي، نعم، ما استعين بأسطة لصيانة الكهرباء، أنا اللي أسويها، تعلمت من مركز شباب. طيب مركز شباب علموني أسوي الكهرباء. طيب في دقيقة واحدة دكتور عبد السلام لو سمحت، كيف ترى مستقبل الأجيال العراقية؟ الحقيقة مستقبل الأجيال العراقية يعني لا يخشى عليه، وإنما يرتبط بالنظام القانوني، بالنظام السياسي، بالنظام الاقتصادي، بالنظام الاجتماعي، بعمليات تشويه الدين الحقيقة التي حصلت. هنالك مقولة مهمة، أنه حدثني عن أطفال أي أمة أحدثك عن ماضيها، وأصف لك حاضرها وأنبئك بمستقبلها. منذ عام 2003 الطفولة العراقية في تقديري دخلت مرحلة الطفولة المعذبة بمعنى الكلمة، معذبة اقتصاديا، معذبة نفسيا، معذبة اجتماعيا، معذبة سياسيا، معذبة عسكريا. يعني القتل على الهوية اللي كنا احنا انشاته، عملية الخطف اللي تعرضوا لها الاطفال، الانهيار للوضع الامني، هذه كلها انعكست على الجانب التربوي، على الذهاب الى المدارس. ولذلك الحقيقة يعني أنا نشرت عدة مقالات الحقيقة كانت تحت عنوان الموت السريري للعراق وعودة الروح بثورة تشرين. ثورة تشرين هم المعين الأصيل للشعب العراقي الرافض لكل هذه السياسات ولكل هذه الظواهر الإجرامية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. ولذلك أملنا كبير الحقيقة بشباب تشرين، بشباب الثورة. يعني ما تفضل به الدكتور نوري حول اتهامهم بالمخدرات، والمخدرات أنا أوضحت ذلك، فقط أشير أنه كانت مؤسسات العراق الرسمية وغير الرسمية، يعني المقاهي
دكتور، المقاهي كنا نروح ندرس فيها، يعني كان تشايكي صاحب المقهى كان مدرسة تربوية بمعنى الكلمة. الله. كنا لما أثناء ما ندرس أيام الامتحانات كان يخفض صوت الراديو، كان ما يرفع صوت الراديو حتى يقول الشباب قاعدين يقرون. فالمقهى كان يربي. الآن وصل الأمر إلى أماكن العبادة، يعني في الحسينيات تباع المخدرات والدولارات المزورة. يعني احكي لي شخص الحقيقة، يعني في الدنمارك، وهو زميل صحفي أيضا، يقول احنا بالحسينية لما نقول السلام عليكم بعد انتهاء الصلاة يقول ليش قد صار سعر الدولار، لما يلتفت الى اليسار يقول له ايش قد كمية الحبوب ايش قد سعرها. فوصل الامر الى هذا الحد. فالخلل بالمؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية وليس بالشعب العراقي. نعم. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور عبد السلام الطائي، استاذ علم الاجتماع السياسي، ضيفي عبر سكايب، وشكرا جزيلا لضيفي في الاستوديو دكتور نوري حمدان الصحفي والباحث السياسي. شكرا جزيلا. في الختام مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني اطيب تحية وفي امان الله.